مونديال مخيب كان لقديس الكرة الإسبانية إيكر كاسياس ومشاركته الغير منتظمة مع النادي الملكي ريال مدريد الموسم المنقضي حل نهائي. فإن آخر الأخبار الواردة بشأن كاسياس والتي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية تؤكد أنه يرغب في الرحيل عن صفوف الريال ليخوض تجربة احترافية جديدة بحثا عن مشاركة في المباريات بشكل أكبر. كاسياس صاحب 33 ربيعا أكدت بشأنه ذات الصحيفة أنه أبدى رغبته في الانتقال إلى أرسنال الإنجليزي مجانا للعب تحت قيادة الفرنسي أرسين فانجر. المخضرم وقائد الريال يشار إلى أن عقده الجديد مع نادي المدفعجية يمتد لثلاثة مواسم فقط وبعدها سيعلن اعتزاله النهائي. وكان إيكر كاسياس قد عانى الموسم الماضي من استبعاده من المشاركة أساسيا في أغلب المباريات رفقة ريال مدريد وإسناد المهمة للحارس دييغو لوبيز.